نرجع للانتخابات الاخيره ديال شوتنبرغ ديال سنه 2021 اللي عطاتنا حقيقه حكومه ديال الشركات، حكومه اللي كنا نعتبروها انها تتسير المغرب وكانها شركه خاصه، وكانها شركه خاصه لصالح واحد المصالح معينه اللي هي في الحقيقه المصالح ديال الشركات الكبرى، وعلى راسها الشركه اللي تيسيرها والقطاع اللي تيسيرو رئيس الحكومه الحالي. يعني دخلنا دخل المغرب واحد المرحله ديال تضارب المصالح على جهاز حكومي وهو رئاسه الحكومه، ثم جزء من الوزراء مرتبطين بالقطاع الخاص، وبالتالي يسيرون الاقتصاد الوطني بارتباط مع ما يفيد جزء من هذا القطاع الخاص، ثم كذلك هناك ارتباط اكثر فاكثر بالمؤسسات الماليه والبنكيه العالميه، خصوصا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اعتبارا لان ملي تحتدم الازمه الماليه تيجي صندوق النقد الدولي وتاكد على واحد المجموعه من التوجهات اللي هي توجهات صالحه للقطاع الخاص فقط، وهي جزء كنا نعتبروه من الاشياء اللي كانت جات في اواخر الثمانينات من القرن الماضي، وهي تخلي الدوله عن واحد المجموعه ديال القطاعات، قطاعات الاقتصاد الاجتماعيه والطب والمدرسه والتسيير والتوزيع ديال الماء والكهرباء، وهي اشياء كلها اليوم تنشوفوها تتبان بجلاء لكل من كان يتصور انه في الحقيقه الدوله لن تتخلى على هذه القطاعات، في الحال انه هنا اليوم يتم الحديث عن شيئين لم يكن يتم الحديث عنه فيما قبل، وهو ان الحكومه الجديده تتحدث عما تسميه بالدوله الاجتماعيه. الدوله الاجتماعيه نفسر ما معنى الدوله الاجتماعيه فيما بعد، ثم هناك ما سمي في وقت من الاوقات بالنموذج الجديد للتنمية الذي لم يعد منه إلا اليوم إلا الاسم، ومع ذلك يتم الحديث على في كل الأوساط السياسية والاقتصادية التي تسير البلاد عن ما كما قلت هذا النموذج الجديد للتنمية الذي كان من المفروض أنه سيقلب المغرب رأسا على عقب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أنه سيقوي الدولة وسيخلق كذلك ما أسماه بالمجتمع بمجتمع قوي مع ما تم سنة 2035. الآن المشكل الأهم اللي حصل منذ نقولوا بداية السنة ديال 2022 هو جاء بعد الأشياء اللي وقعت سياسيا في خريف سنة 2021، وهو ظاهرة التضخم الانفلاسيون. التضخم غادي نعطيكم باختصار شديد معنى التضخم. التضخم هو واحد المسلسل ديال الزياده في الاسعار، هي اما تتكون زياده في قطاع معين او تتكون زياده في شامله لكل القطاعات، وهذا المسلسل ديال التضخم تيكون عنده واحد المجموعه من الاسباب، اما اسباب نقديه او اسباب مرتبطه نقديه داخليا واسباب مرتبطه بالخارج ما يسمى بتضخم المستورد، او اسماء اشياء مرتبطه بالوضع الاجتماعي وهو بعد مثلا تبعا لمظاهرات او لاحتجاجات معينه على المستوى الوطني تكون هناك زيادات في الاجور، ثم هناك سبب اخر سبب ثالث او رابع وهو نقص حاد في العرض مقارنه مع الطلب، معناه ان الطلب تبقى في واحد المستوى ويمكن يزيد شيء ما، ولكن العرض تنقص وبالتالي ترتفع الاثمان. هذا التضخم اما انه تيكون مرتبط بنشاط اقتصادي معين، كاين ارتفاع ديال النشاط الاقتصادي وبالتالي تنتحدثوا على ارتفاع ديال الاسمنه الاسعار، ولكن بما انه كاين نشاط اقتصادي وكاين زياده في الاجور وزياده في الاثمنه زيادة في الدخل ديال مجموعة من الأفراد داخل المجتمع، ما تيكونش التداعيات الاجتماعية قوية على السكان، أو أنه تيكون تضخم
مع ركود اقتصادي، مع ركود اقتصادي او تضخم، مع وضعيه ديال واحد مجموعه القطاعات اللي ما تيمكنلاش ترتبط بزياده ديال الاثمنه. مثلا تيكون هناك ارتفاع في النسبه البطاله، ان كاين واحد القطاع اللي غير مهيكل ما تيمكنلوش يزيد في الاثمنه ديال ما ينتجوه، كاين واحد مجموعه ديال القطاعات الحكوميه والاجور ديال الدوله اللي ما ترتفعش، وبالتالي وبشكل عام تيكون انخفاض في نسبه النمو الاقتصادي، وبالتالي هذا يسمى هناك ربط ما بين التضخم و الازمه الاقتصاديه. بالفرنسيه نتحدث في هذه الحاله عن ما يسمى بالاستغفلاسيون، ركود مع التضخم، هو بالفعل الوضعيه التي يعرفها المغرب. يمكننا نقول منذ اواخر سنه 2019 مع الازمه ديال الصحيه اللي عرفناها بدايه من مارس 2020، ثم هذه الوضعيه تفاقمت بعد اواخر سنه 2021 وبدايه سنه 2022. الاسباب كان هناك سبب خارجي اساسي واضح، وهو انه مباشره بعد بدايه الحرب الاوكرانيه الروسيه في اوكرانيا، وقع اكتشف العالم واكتشفوا كذلك المغاربه باللي روسيا واوكرانيا تيصدروا واحد المجموعه من المواد ضروريه للاسواق العالميه وكذلك ضروريه للمغرب. القمح، بذور ديال الزيت، ثم الغاز الطبيعي، ثم البترول. ارتفعت الاثمنه ديال البترول واحد الوقت مع صيف 2022 وصلت لقرابه 98 100 دولار للبرميل. اضطربت الاسواق العالميه، كان هناك انخفاض في العرض، وقع واحد المجموعه ديال التقلبات وديال المضاربات على المستوى العالمي، ثم على مستوى الدول كالمغرب ودول افقر من المغرب كتونس وكلبنان مثلا، ثم بدا واحد المسلسل ديال الزياده في الاثمنه، اولا ديال المحروقات. المشكل عندنا في المغرب هو انه كما قلت ان رئيس الحكومه الحالي هو رئيس اكبر شركه ديال توزيع المحروقات في المغرب. المشكل عندنا كذلك في المغرب هو ان القطاع ديال المحروقات حرر في ما تم سنه 2015 بين سنه 2014 و2015، وتم تحرير اسعار شكرا للقياده ديال حزب العداله والتنميه في ذلك الوقت. ثم كذلك وقع شيء لم يكن المغاربه يتصورون انه سيكون له وقع كبير على الاقتصاد الوطني، وهو انه توقفت الشركه ديال لاسانيا ديال المحروقات ديال المحمديه. هذه الشركه شكون كانت تدير؟ وانها تستورد البترول الخام وتتكرو وتتبيعو في السوق الوطنيه. تقريبا تتبيع ما قرابة 70 حتى 75% من الحاجيات الداخليه. كما تعرفون انه وقعت خصصت هذه الشركه في سنه 97، اعطيت تقريبا كهديه لواحد المستثمر السعودي. ذلك الوقت كانت صداقات كبرى بين المغرب والمملكة العربية السعودية، المملكة السعودية. وتدريجيا بما أنه غابت المراقبة على هذه الأسامي تم توقفها لاعتبارات ما يعرفها المواطن المغربي. ما وقع هو أنه تم التحول نحو أسواق الخارجية لشراء المحروقات التي تستعمل وتباع في المغرب، وهو سوق ديال روتردام. لمن عنده شويه ديال الذاكره في المغرب، وانه قبل من اربع سنه 2015 في سنه ازمه اقتصاديه كبرى بين 2007 و 2008، في 2008 كان وصل الثمن ديال البترول الخام في الاسواق العالميه
وصل ل 147 دولار بالبرميل، 50 دولار اكثر من الثمن اللي قلتلكم وصل له في الصيف ديال 2022. والحال ان الثمن ديال البترول ذاك الوقت الذي كان اللي يباع في الاسواق المغربيه، الغازويل وال والليسانس العادي او اسماء سوبر 8 درهم 9 درهم، نظرا لتواجد صندوق الموازنه. وما تنتصورش انه ذاك الوقت الدوله كانت وصلت الافلاس المالي على اعتبار انها كانت تتساند الثمينه ديال المحروقات في السوق الوطنيه. شي حاجه وقعت اللي غيرت الاشياء وهو الوضع السياسي الذي نعرفه اليوم في المغرب. وبالتالي من هذا المنطلق يمكن ان نقول ان التضخم الحالي في المغرب سببه اولا سياسي، وهو هذا التضارب بين المصالح كما قلت على رأس الحكومة، كذلك غياب قرار ديال الحكومة ماشي جريء بل قرار عادي مبدئيا. هذه من بين المؤسسات الكبرى ديال المغرب، أنشئت في بداية الاستقلال لبناء الاقتصاد الوطني، تم الزحف عليها بخصصتها في 97، ثم تم التخلي عنها. لا يمكن لدولة عاقلة أن تتخلى عن مؤسسة من هذا المستوى، عن القطاع استراتيجي من هذا المستوى. وإذا تم التخلي تم كذا، بما أن هذا تم فنظرا لأنه هناك اعتبارات سياسية كما قلت ترتبط بهذا الوضع الذي تحدثت عنه. المشكل هو أن المغرب يعتمد أساسا على ما يستورده من المحروقات. المشكل هو أن المحروقات هي دم الاقتصاد الوطني، سواء كوسيلة للإنتاج، سواء كوسيلة للتنقل، سواء كاستهلاكات عادية. بما أن الثمن ديال الغازويل وديال الليسانس وصل في سبتمبر ما بين شهر غشت 2022 وشهر سبتمبر 2022 قرابة 18 درهم لتر، مقارنة مع قرابة 10 ديال الدراهم سنة فيما قبل، معناه أن الزيادة هي 80%. نفس الشيء تاني المغاربة تفاجأوا كيفاش الغازويل الثمن ديالو تعدى الثمن ديال البنزين العادي أو الصافي، كيفاش أنه بما أن غالبية المغاربة العاديين، وسأقول لكم على الأرقام المرتبطة بهذه الأغلبية، يستعملون هذا المحروق لتنقلاتهم ولي ما يقومون به يوميا، فبالتالي وقع بداية في مسلسل ديال التضخم. في حكومات لا تحكي عن نفسها أنها حكومات اجتماعية كإسبانيا وكفرنسا وكألمانيا وحتى الولايات المتحدة، تم مفاوضات مع الشركات ديال النفط الموزعة للنفط في تلك الدول، وتم تقريبا ضبط بعض الأسعار حتى لا تتعدى واحد النسبة تفوق قدرة المواطنين العاديين. في إسبانيا وفي دول أخرى تم التخلي من طرف الدولة عن الضريبة على جزء من الضريبة على المحروقات، ما نسميه في المغرب لا تيك تاكس انتيريور دو كونسوماسيون. في المغرب هذا لم يحدث، بل ما تم القيام به وهو مساعدة ما سمي بمهنيي قطاع النقل. لا نعرف ما هو عددهم ومن هم، وأعطيت لهم 4.4 ديال الملايير ديال الدراهم في سنة 2022، ولم نرى أن هذا ما أعطي لهم قد تم استعماله لصالح الفئات التي هي الفئات التي تستهلك ما أسميه بالنقل. الآن هذا هو المنطلق،
هذا أم المعارك، أم الزيادات، وهي الزيادة في المحروقات. لاش لسبب بس يمكننا نتصوره، وهو أنه السنة ديال الأزمة الصحية، وهي سنة 2020، وقع توقف الاقتصاد الوطني في قطاعات عديدة، توقف الإنتاج، معناه توقف العرض. كذلك مع متم سنة 2020 بدأت ملامح الأزمة الفلاحية، ملامح الجفاف. لما نتحدث مع ملامح الجفاف معناه أنه تم كذلك تقليص العرض الفلاحي، ولم نرى أنه تم ظهور ظاهرة التضخم في ذلك الوقت. يعني ما بين سنتي 2020 و2021 بل النسبة هي النسبة التي كانت معروفة من المغرب منذ تقريبا ربع قرن، وهي تتدحرج بين 1.2 1.5 2.2%. ثم وقع ما وقع لهذا السبب الأساسي الذي تحدثت عنه، ثم الأسباب الأخرى فيما بعد.